إلى أخبار الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا نسب طقس مائل البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأحيان. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع